السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم يا شباب في القناة. أشكركم شكرا جزيلا من القلب. وورزون 2 بشكل رسمي ومجاني، وبعد ما نزلناها على أجهزتنا هنتكلم في فيديو النهاردة عن أول حاجة لازم نعملها، وهي إننا نتأكد من الإعدادات الصحيحة والمظبوطة، واللي من خلالها هنقدر نلعب بشكل مريح أكتر وممتع. في الأول من خلال الضغط على حرف الإف بالإنجليزية أو الباء بالعربي هيظهر لي مستطيل البحث، ومن خلاله أقدر أبحث عن أي شيء في الإعدادات بسهولة، ومش لازم يعني أكتب اسم الخاصية رباعي. بمعنى إذا ببحث مثلاً عن شادو ماب ريزوليوشن، هاجي هنا وبكل ثقة هضغط على حرف الاس، ظهر لي كل الاعدادات اللي بتبدأ بحرف الاس، وصلت بسرعة للي بدور عليه في وقت قياسي. ملحوظة، اذا اللعبة عندك او عندك باللغة العربية فالموضوع هنا هيبقى ملخبط ونتائج البحث هتكون غلط. طيب انا منزل اللعبة عندي باللغة العربية محمود او بالانجليزية وعايز اغير اللغة، اغيرها ازاي؟ بكل سهولة بقفل اللعبة وبروح افتح ستيم، ومن المكتبة لايبراري واضغط كليك يمين على اللعبة، وبعد كده خصائص، وبروح على اللغة من هنا لللانجوج وبغير باللغة اللي انا عايزها. بيبدأ ينزل 1 جيجا في حالة تنزيل اللغة العربية، و37 ميجا بس من اللغة العربية للغة الانجليزية. اما بالنسبة لمستخدمين باتل نت هيبقى من خلال الضغط على تيرس اوبشنز هنا، اول اختيار جيم سيتنجز، ومن عند تكست اند سبوكن لانجوج هختار اللغة واوكي اذا الرسالة دي ظهرت لك، وبعد كده ضن هيبدأ التنزيل. واذا انت زي حالاتي بتفضل اللغة تكون باللغة الانجليزية لكن احيانا بتحتاج اللغة العربية، هتلاقي فيديو على القناة بيوضح كل اعدادات وورزون 2 باللغة العربية. ادخل على وصف الفيديو واختار الاعداد اللي بتبحث عن ترجمته من غير ما تكون مضطر انك تعمل داونلود وتبدل في اللغات كل شوية. بحاول اقدم لك اي شيء مفيد حتى ولو كان بسيط. خلينا نرجع للاعدادات ونتكلم عن اول طريقة لاضافة الاصدقاء، وهي عن طريق سوشيال. واذا كنت كونسول او بي سي فهتلاقي دايما زر الاختصار السريع للاعداد، وبقدر اعمل دعوة للفريق من هنا او ادخل على قائمة الاصدقاء من هنا وابعت دعوة، او من خلال القنوات من رسمة السماعات هنا برضو بضغط كليك شمال على بارتي ومن invite to channel، او كليك يمين على بارتي بقدر برضو اضيف من هنا واعمل disconnect، ومن هنا بخرج من الفريق اللي كنت معاه. وزي ما انت شايف هنا هتلاقي زر الاختصار السريع لقطع الاتصال. ثالثا اعدادات حساسية الماوس، ودي بتعتمد كليا على اسلوب لعبك والدي بي اي للماوس خاص بيك ودقة العرض وابعاد الشاشة واكتر من عامل، وطبعا كل ده بيختلف من لاعب لاخر. حتى اكون امين وصادق معك محدش يقدر يقدم لك ارقام معينة هنا وتكون مناسبة بالنسبة لك، واذا حصل فده هيكون عن طريق الصدفة وبنسبة 1 لكل 1000، لكن في حاجات انت بالفعل حابب انك تعرفها، زي مثلا الاعدادات المتقدمة للحركة. سرعة المشي لازم تغيرها حالا لسريعة، ودي بتخلي حركتك اسرع في اللعب. اعمل لايك للفيديو في السريع واشترك في القناة صديقي العزيز، ده بيساعد الفيديو انه يظهر لعدد اكبر من الجيمرز ولاعبين كول اوف ديوتي تحديدا، واشتراكك بيشجعني طبعا على الاستمرارية ورفع فيديوهات افضل على القناة، وده لانك تستحق الاحسن والافضل. ونروح نغير اعداد edit button layout، اعداد تخطيط الزر، عايزين نغيره لتكتيكي، طبعا ده الاعداد الافضل والاسرع. ومن خلال كاستوم او التخصيص تقدر انك تغير وتعيد تعيين اي زر في وحدة التحكم الخاصة بيك. في اعدادات هنا فعليا مغيرتش فيها اي حاجة، ستيك لياوت مغيرتش فيها حاجة، بالنسبة لي هي غير مهمة بالمرة، جو اللعبة تنافسي جدا وحتى البوتات بتشتم من الام والاب والاخت والاخ، مش محتاجة فعل الاهتزاز في الدراع مش ضروري. بالنسبة للحساسية العمودية والأفقية ولا هعليهم قوي لأن بالشكل ده هبقى أسرع من الخصم وزيادة عن اللزوم، وبرضه مش محتاج أقللهم قوي ويبقى الإنمي أسرع من إيمي. خلينا في المنتصف خير الأمور الوسط، الأفقية 9 والعمودية 8 مناسبين إلى حد كبير. وباقي الإعدادات هنا مغيرتش فيهم، سايبهم باي ديفولت وستاندرد. منظور اللاعب، الطيارات، المركبات، سايبهم كلهم على واحد زي ما هما. نمط التصويب، الاستمرار بالضغط، مدخلات التقريب المشتركة، سريع تكتيكي مع التركيز زي الفل. اوتوماتيك سبرنت طبعا مغيرها لتكتيكي وتلقائي حفاظا على الجويستيك او الكيبورد، وبكده الكاركتر هيجري تلقائي، السرعة مطلوبة زي ما احنا متفقين. سلوك المعدات
وتفعيل تثبيت السلاح مغيرتش فيهم حاجة، أعتقد إن دي أفضل إعدادات ليهم. التفاعل وإعادة التلقيم زي ما هي، مش محتاج إن أغيرها. ما أنا لو حددت تكون الأولوية لإعادة التلقيم هبقى مقيد، وفي مواقف بتكون الأولوية فيها للجري واخد كفر. الجري نص جدعانة في بعض المواقف، لكن طول الوقت يبقى كمبرة وجبن. أما صفيحة الدرع هخليها تطبيق الكل أو أبلاي أول، أقدر أكنسل في أي وقت عن طريق تبديل السلاح، لكن الابلاي ون مش اسرع حاجة، بالعكس كده اسلوب اللعب هيكون بطيء. ادفانسد او الاعدادات المتقدمة، تارجت ام اسيست سايبها اون طبعا. ام اسيست طيب، بلاك اوبس كانت قوية جدا، لكن اعتقد ان هي واخدة نيرف فمرجعها على ديفولت، سايبها ديفولت زي ما هي. جيروسكوب جيرو بيهيفيور اوف، غير مفيدة ملهاش أي لازمة. باقي الإعدادات سبتهم زي ما هما، مجتش جنبهم. إم ريسبون كيرفي تايب دايناميك طبعا، ده الإعداد الأسرع والأفضل، الباقي زي ما هو. واحد انستنت. بالنسبة للكاستوم سنسيفيتي برزوم، يعني حاول إن أنت تجرب، قلل من 1 لـ4 نقط كده لغاية ما تظبط معاك. جرب أنت بنفسك لغاية ما ترتاح تحس إن الموضوع بقى أفضل. ديد زون، الديد زون بتعتمد عليه كليا، الارقام دي مالكش دعوه بيها، ما تنسخهاش، حطهاش عندك الارقام دي. ليفت تريجر 0، رايت تريجر 0، لكن بقيه الارقام دي بتعتمد عليك انت كليا. باقي الاعدادات زي ما هي سايبها، ما جتش جنبها. لكن براجات اوتو ديبلوي انا افضل اوف، معظم اللاعبين بيقفلوا الاعداد ده، لكن انا سايبه اون ما بجيش جنبه، لان انا كده كده اول ما بنط من الطياره بفضل اقفل وافتح في البراجات كل شويه، فما بيفرقش معايا. الباقي زي ما هو. بالنسبه لشنطه الظهر، حقيبه الظهر غير مفعل، بيقول لك ايه هنا بقى، بيقول لك استخدم ازرار الاتجاهات للتنقل في حقيبه الظهر. طيب مفعل، استخدم دراع الحركة للتنقل في واجهة حقيبة الظهر، سيجعلك كذلك تتحرك للأمام تلقائيا. لا يا عم شكرا، غير مفعل اوف. والباقي باي ديفولت، هنزل على فك تثبيت السلاح عند الحركة، لا اون زي ما هي. تأخر سحب السلاح هخليها شورت قصير. تبديل السلاح عند نفاذ الذخيرة، مفعل زي ما هي. تفجير سريع متفجرات سي فور، خليها غير مفعل زي ما هي برضه. طيب بالنسبة للإعداد ده غير مفعل، يعني لازم ترمي كل السيفور اللي معاك اللي هو هيبقى 2 وبعد كده تفجر الاتنين، لكن لو مفعل لو على أون هتقدر تفجر أول سيفور ترميها وبعد كده ترمي التانية وتفجرها براحتك. فشوف انت تفضل تحب تلعب ازاي والعب. وبالنسبة لإعداد فيكو الكاميرا للسنتر، شورت ديلي رؤية أفضل طبعا، والباقي ده مغيرتش في حاجة، باي ديفول دي أحسن حاجة تقريبا. بالنسبة للجرافيكس فما اقدرش اقول لك عن افضل اعدادات، مواصفات جهازي تشعرني بالتواضع، العظمة لله، لكن مش ده السبب والله. بيختلف كل لاعب مننا مع اختلاف وتنوع المنصات وقوة الاجهزة، بمعنى اذا جهازك كان هاندل اعلى بالريزوليوشن والاعدادات لفيري هاي او حتى الترا، جودة الصورة ومتعة المناظر والوضوح مطلوبة طبعا، ولكن اذا كنت من اللاعبين اللي بتفضل عدد فريمات اكتر فبكل بساطة انت محتاج انك تقلل الاعدادات. كواليتي بريزنت انا مغيرها لكاستوم، مغير في الاعدادات هنا. رندر ريزوليوشن سايبها 100 زي ما هي. اب سكالينج هنا انا ما غيرتش فيها اي حاجه، فيديلتي كاس زي ما هي. انا الكارت عندي اي ام دي، حسب الكارت عندك نفيديا او اي ام دي. شاربنس عندي 50، مش مغير فيها حاجه. انتيلايزنج اس ام اي اي تي 2 اكس افضل اعداد وافضل صوره. انتيلايزنج كواليتي هنخليها الترا. تكتشر ريزوليوشن مغيرها للو، الباقي ده ما غيرتش فيه حاجة. هننزل على فلاتر درو ديستانس، الاعداد ده انا ما غيرتوش، هو باي ديفولت لونج ومش هغيره، لكن لو انت حابب فريمات اعلى، فريمات اكتر واطارات اكتر، غيره لشورت، ده بيأثر على وضوح الصورة البعيدة. الباقي ده ما غيرتش فيه حاجة. ننزل تحت على تشيرين ميموري، خد بالك انت مغيرها الماكس. اون ديمون تكتشر قافلها، الباقي ده ما غيرتش فيه حاجة، لكن هنزل تحت شوية كده وهقفل الورلد موشن بلور، وهقفل الويبون موشن بلور. فيلم جرين هخليها زيرو. طيب نخش على فيو، فيلد اوف فيو طبعا 120، اي دي اس فيلد اوف فيو افكتد، ولو في حاجة اعلى من الافكتد هحطها. اوبن فيلد اوف فيو وايد، مساحة شاشة اكبر والسلاح بيصغر. ثيرد بيرسون فيلد اوف فيو 90، فيكال فيلد اوف فيو وايد طبعا رؤية احسن وصورة اوضح. الباقي هنا ما غيرتش في حاجة زي ما هو. اخر اعداد ديفولت سبكتيتور كاميرا،
هيبقى جيم برسبكتيف. الاوديو او الصوت اوديو ميكس انا مخليه على هيدفون بيس بوست. ماستر فوليوم مش ضروري قوي، لكن ميوزك فوليوم بشغل الميوزك فوليوم على 100% لما بكون جوه بلعب جيم دي ام زد، ولما بلعب باتل رويال بقفلها خالص، بقفل الميوزك خالص. الباقي ده ما غيرتش فيه حاجه. بالنسبه لاعداد فويس شات ريكوردنج مود، انا احيانا بخليها اوبن مايك واحيانا بخليها بوش توك، يعني حسب. ننزل تحت شويه على كل ده انا ما غيرتش فيه حاجه، لكن هننزل على اخر اعداد ريديوس تينت الساوند، دي هتخليها اون، دي بتمنع الطنين الاصوات المزعجه. واخر حاجه معانا هي الانترفيس او الواجهه، اللي لازم تتاكد منه هنا هو الميني ماب شيب انها سكوير، تبقى الخريطه طبعا اكبر وتديك مساحه احسن ان انت تشوف. ميني ماب روتيشن تاكد انها اون. وننزل تحت شويه على تيليمتري، لازم تفعل الاف بي اس كاونتر، سيرفر لتنسي، والباكت لوس. ده طبعا كل ده بيديلك مساحه ان انت تعرف لعبتك ماشيه ازاي، دنيتك ماشيه ازاي، الاف بي اس كام اطار في الثانيه، سرعه الانترنت عندك، الباكت لوس تعرف في باكت لوس ولا الدنيا ماشيه مظبوط. يا رب اكون قدرت افيدك بالفيديو ده. بتمنى للجميع اوقات سعيده وممتعه، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. يا طيب القلب وينك، مشتاق لك يا حياتي، تبين تبين بس. ايوه بتعمل ايه يعني؟ ready to deploy. اوبس. يا ولد الايه، يا ولد الايه، طب ما ينفعش اخده تاني؟ خسيه واخده تاني. طيب هو كده خلاص اتنفخ، ما ينفعش نفسه. ده بيتدمج.